من قاعدة طيران الأمن التابع لرئاسة أمن الدولة، نأخذكم في جولة على العاصمة المقدسة لرصد الجهود الأمنية في متابعة حجاج بيت الله. رحلات يومية على رأس كل ساعة يطير بها المقدم شاكر التويجري وزملائه من مختلف القطاعات العسكرية. ذلك لرصد ومراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين. تقوم المتابعة الجوية بتسيير وجدولة رحلات جوية خلال 24 ساعة في موسم الحج بالتنسيق مع طيران الأمن والقوات الجوية، ودور المتابعة الجوية هو دور تكاملي مع الزملاء في الميدان من خلال الرؤية الجوية لملاحظة حركة السير وحركة المرور وكذلك حركة المشاة وكذلك الحالة الأمنية. جولات استطلاعية يشارك بها طيران الأمن والمتابعة الجوية بقوات أمن الحج بعدد من الطائرات العمودية متعددة المهام تتمركز في منطقة مكة المكرمة مزودة بأنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية وتقنية الاتصال الحديث والتجهيزات الطبية والإسعافية اللازمة. من سماء مكة المكرمة بسام الدخيل، MBC.